من بداية الحرب على إخواتنا في غزة في 7 من أكتوبر وأحداث 7 من أكتوبر وما كل حاجة حصلت بعد 7 من أكتوبر من جرائم بشعة، الناس كلها بتتكلم عن الإدانات الدولية وإزاي ممكن إسرائيل تحاكم. إسرائيل اللي دايما بتهرب من المحاكمة وبترفض المثول أمام المحاكم الدولية، في النهاردة تقارير بتفيد أنه إسرائيل قررت المثول أمام المحكمة الدولية في لاهاي، وده بعد دعوة رفعتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها لجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. خلينا نعرف مع حضراتكم ونفهم التفاصيل وإزاي إسرائيل هتدافع عن نفسها أمام العالم بعد هذا يمكن الإجماع العالمي على هذه الحرب الوحشية اللي عملتها إسرائيل في قطاع غزة منذ ضربات 7 من أكتوبر. دلوقتي معنا على التليفون دكتور رامي عبدو، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. مساء الخير على حضرتك، وبرأيك أي الأوراق اللي تمتلكها إسرائيل للمثول أمام المحكمة الدولية، وليه وافقت إسرائيل للمثول أمام المحكمة الدولية؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. أنا أعتقد أنه إسرائيل لا تملك أي أوراق أمام محكمة العدل الدولية. باختصار، هي تدرك جيدا أن حجم الجرائم والإبادة التي ارتكبتها في قطاع غزة لا يمكن دحضها بادعاءاتها، ولا يمكن مواجهة حقيقة أنها ارتكبت أفظع الجرائم في قطاع غزة على مدار 85 يوم. حتى هذه اللحظة نتحدث عن أكبر كلفة بشرية في تاريخ الصراع. إسرائيل دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي ترى أنه ربما تهربها من هذه المسؤولية ربما يضعها في إطار المتهم بشكل نهائي وبشكل قاطع، ويبدو أنها استشارت أطراف دولية توفر لها الغطاء السياسي وتوفر لها الغطاء لارتكاب جرائمها من أجل كسب الوقت والظهور أمام المحكمة وتقديم روايات ممجوجة ومحاولة اللعب على عامل الوقت. إسرائيل تدرك جيدا أن هناك مسؤولية تترتب عليها لأنها خرقت بشكل فاضح الالتزامات التعاقدية لاتفاقية الإبادة الجماعية، وواضح جدا أنها تخرق المصلحة العامة الدولية. حتى هذه اللحظة هي تحاول أن تناور وتحاول أن تظهر ضمن خطاب دعائي يقول أن كل ما يجري من جرائم هي مجرد ادعاءات، لذلك هي تنفي وتحاول قدر الإمكان التغطية على ما يجري وإخفاء هذه الجرائم عبر استهداف الصحفيين كما يشاهد الجميع، ومنع الطواقم الصحفية من الوصول إلى قطاع غزة، وأيضا تشويه عمل المنظمات الحقوقية ومنع الطواقم الدولية من الوصول، وأيضا قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة حتى لا تخرج الصورة. وبالقدر الذي خرج كان هناك أدلة دامغة تفيد أن إسرائيل ترتكب جرائم الإبادة الجماعية عبر تنفيذ عمليات قتل جماعي منظم كما شاهدنا جميعا، لنصل اليوم إلى رقم يتجاوز 30,000 ضحية وحوالي 60,000 جريح، وهو صحيح ما يعادل كما قلنا سابقا نحو 4% من سكان قطاع غزة، وهو رقم كما قلنا أيضا غير مسبوق في تاريخ الصراعات. صحيح. وتمارس اليوم التجويع الذي يسقط من خلاله كثير من الضحايا، واستهداف بكل تأكيد لكل أسس الحياة، ويضاف إلى ذلك عملية التهجير القسري التي يعني هجرت حتى هذه اللحظة ما بين 85% إلى 90% من سكان قطاع غزة من أماكن سكنهم. صحيح دكتور رامي، مع استمرار هذه الحرب على إخواتنا في غزة ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي بدعم من قوى دولية كما تحدثت يا دكتور، هذه المحكمة لم تمتلك القوة التنفيذية لإيقاف إسرائيل، إذا ما هي الفائدة؟ دي مش محكمة جنايات يعني. يعني هو هناك فرق بين محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية. محكمة الجنايات تستهدف بشكل أساسي أفراد من الدولة التي يتم الادعاء عليها، بعكس محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية هي تستهدف الدول، وأعتقد أنه فشل محكمة العدل الدولية في مساءلة إسرائيل وإجبارها على وقف حرب الإبادة ومحاسبتها على هذه الحرب يمثل فشل أخير في النظام الدولي. منذ بدء الحرب على غزة أو
دعيني لا نقول أنها حرب، لأن عملية ما تمارسه إسرائيل هو عدوان وجريمة إبادة جماعية. منذ بدء هذه الجريمة نستطيع أن نقول وبشكل لا لبس فيه أن إسرائيل تلعب على وتر التهرب من هذه الالتزامات وتمارس عمليات إبادة وقمع بحق السكان، وتعتقد أن بإمكانها الهروب. لذلك المجتمع الدولي للأسف الشديد وفر غطاء إلى حد ما. الإرادة السياسية الدولية لم تكن غائبة من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي، وإنما في ضمن تعريفات وضمن في أروقة المجتمع الدولي يعلم الجميع أن الإرادة السياسية الدولية وفرت غطاء من أجل أن ترتكب هذه الجرائم. وبالتالي هناك حالة من الحرج الشديد، وهناك اختبار جدي للمنظومة الدولية والنظام الدولي الذي وضع أسس من أجل التعامل مع مثل هذه الحالات، واستنفذ جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية وعشرات السنوات الماضية من أجل بناء آليات دولية لحقوق الإنسان وقانون دولي وقانون إنساني دولي ووكالات دولية، وكالات عمليا لم تقدم شيء للسكان في قطاع غزة وفشلت في أداء مهامها، والمنظومة الدولية أيضا عجزت أن توقف هذه الجريمة. وبالتالي الاختبار الأخير ربما كما يعتقد البعض أو الكثير حقيقة هو محكمة العدل الدولية. في حال فشلت محكمة العدل الدولية يفقد القانون الإنساني الدولي بريقه، ويفقد النظام ونظام المحاساة الدولية ونظام التقاضي العالمي يفقد بريقه ويفقد قيمته، ويكون المجتمع الدولي في مأزق أخلاقي ومأزق قانوني كبير يستلزم إعادة صياغة كل منظومة العلاقات الدولية ومنظومة التقاضي والآليات الدولية بشكل عام. دكتور رامي، مين بيمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أو كيف يكون الاختيار للدفاع عن نفسها أمام العالم، واللي يمكن تغيير الرأي العام العالمي اللي شهد يعني برؤى العين جرائم الصهاينة في غزة منذ 7 أكتوبر؟ يعني لا شك أن إسرائيل تمارس حملة دعائية كبيرة تستهدف التضليل والتشكيك في كل ما يصدر من أرقام ومعلومات حول الضحايا. يساعدها في ذلك لا شك للأسف الشديد طيف واسع من وسائل الإعلام الغربية التي تتبنى الرواية الإسرائيلية ولا تحاول أن تبذل أي جهد من أجل دحض الرواية الإسرائيلية وكشف الحقائق. لكن مع مرور الوقت بالتأكيد المزاج الدولي تغير، هناك دور لا شك لشبكات التواصل الاجتماعي، وهناك يعني بعض الصحف التي بدأت تمارس نوع من التغطيات. أعتقد فيما يخص محكمة العدل الدولية، عادة درجة العادة أن تقوم الدولة المتهمة بتكليف محامي من أجل أن يقوم بعملية الترافع نيابة عنها. وأعتقد أن إسرائيل ستختار فريق، هذا الفريق يكون هدفه الأول ليس الدفع بوقف الاتهام أو رفض الاتهام ضد الاحتلال الإسرائيلي، بقدر ممارسة عملية دعائية بالدرجة الأولى تستطيع أن تمنحها مزيد من الوقت، لأن إسرائيل ترى أنها أنجزت الكثير من عمليات الهدم والتدمير في قطاع غزة، ولم يتبقى سوى تحقيق أهداف تستطيع تسويقها للناس أو تستطيع تسويقها للجمهور الإسرائيلي، وهي ربما ترى أن كسب مزيد من الوقت عبر الترافع أمام محكمة العدل الدولية يمكن أن يمنحها ذلك. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان.